أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نباكم الذي نرصد لكم فيه القضايا الأكثر تداولا على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي عناويننا لهذا اليوم: في الحدث الأبرز تواصل ردود الفعل المنددة حول تجدد المواجهات في سبها. أما في الخبر الأكثر قراءة عبر موقعنا نبا.tv، الصلابي يقلل من أهمية مباحثات مجلسي النواب والأعلى بالمغرب. كما تتابعون أيضا في الترند العربي والدولي هاشتاغ ماذا تعرف عن ليبيا يتصدر قوائم الترند العربي. وفي حدثنا الأبرز لهذا اليوم ندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بما حدث في سبها من اشتباكات كانت حصيلتها 4 قتلى و30 جريحا في اليومين الماضيين. كان مركز سبها الطبي قد ذكر أنه تعرض لعدة طلقات نارية عشوائية تسببت في أضرار بقسم الولادة. وأضاف المركز أن قذائف سقطت على إحدى الوحدات السكنية الخاصة بالعناصر الطبية والمخازن، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات في صفوف الطاقم الطبي. هذه الاشتباكات الحاصلة في مدينة سبها أثارت العديد من ردود الفعل المنددة واستهجان كبير في أواسط مواقع التواصل الاجتماعي. ونبدأ بالفيسبوك، حيث علقت الناشطة خديجة موسى وكتبت: تجار الحروب بيادق الاستخبارات لم يبيعوا مناطقهم فقط، بل جعلوا من أبنائهم وقودا للحرب مقابل مناصب وأموال. إلى تعليق صلاح العبيدي، والذي كتب: هو الآخر على المسؤولين والمتشدقين بالوطنية أن يعترفوا بأنها حرب قبلية وليست سياسية ليتم معالجتها بالطرق السلمية. أما الناشط أحمد المجدوب غرد: وكأن سبها ليست في الكرة الأرضية أصلا، مش في ليبيا بس، ما حد عارف، واللي عارف مش مهتم باللي صاير فيها من اشتباكات، الله المستعان. أما عابد الزقني أحد أبناء الجنوب الليبي فغرد أو علق: تناشد وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجماعات المسلحة في مدينة سبها جنوب ليبيا السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الآلاف النازحين، وأجبرت الشبكات نحو أكثر من 13,000 شخص على الفرار من ديارهم. ويقول أندري ماهسيك: هناك حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في هذه المنطقة الليبية. إلى منصة التويتر والتغريدات، ونبدأ من تغريدة حساب البعثة الأممية في ليبيا، وغردت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: استمرار القتال في ليبيا، ومنذ يوم السبت 21 أبريل قتل 5 أشخاص إضافيين وجرح عدد آخر، وتعرض مركز سبها الطبي للضرر جراء القصف، وتدعو البعثة جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس. إلى حمد العلواني، والذي غرد: سقوط قذيفة على مطار سبها واشتعال النار في طائرة مدنية، وحسب المعلومات بأنها عاطلة بسبب خلل فني منذ عام 2014. إلى الدكتور حاتم الزوي، والذي غرد: لا بواكي على الجنوب الليبي في سبها، 14 قتيل خلال يومين، وعمارات هدمت وقذائف سقطت. إلى الصحفي محمد علي: الوضع بالمدينة سيء جدا، الاشتباكات المسلحة عادت بوتيرة أقوى من قبل، المخاطر تتربص بالمدنيين وهناك إصابات في صفوفهم جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية، لا توجد حتى هذه الأثناء أي بوادر لوقف الحرب الدائرة. إلى ملفنا الثاني، ونذهب بكم إلى منصاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بداية بالخبر الأكثر قراءة والذي كان بعنوان: الصلابي يقلل من أهمية المباحثات الدائرة بين رئيسي مجلس النواب والأعلى بالمغرب. وفي تفاصيل الخبر: قلل عضو مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي من أهمية المباحثات الدائرة بين رئيسي مجلس النواب والأعلى بالمغرب، واصفا إياها بأنها إمعان في استبعاد الشعب الليبي وعدم احترام إرادته. ودعا الصلابي في حديثه مع صحيفة قدس بريس الثلاثاء الأطراف المعنية بحل الأزمة الليبية والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة احترام إرادة الشعب المتمثلة في انتخاب لجنة 60 الخاصة بإعداد الدستور والاستفتاء عليه، ثم الذهاب إلى مؤتمر وطني جامع بإرادة ليبية.
ومن الأكثر قراءة إلى صفحة نبع على الفيسبوك. والمنشور الأكثر قراءة كان للخبر العاجل عن مراسل نبع بمدينة جالو الذي قال أن طائرة تحوم في سماء المدينة بشكل دائري منذ أيام ويسمع صوتها بوضوح. تحصل هذا المنشور على أكثر من 200 لايك خلال 24 ساعة الماضية كما نشاهد الآن على الشاشة. أما المنشور الأكثر مشاركة وكان لفيديو من إعداد القناة يحكي حكاية مدينة بنغازي، فنتابع هذه الحكاية. إلى الأكثر مشاهدة والذي حظي بأكثر 4000 مشاهدة كان لتقرير عن الاحتفال بتخريج 400 طالب بكلية الاقتصاد في جامعة الزاوية، فنشاهد سويا في تقديم تعليم أفضل يتماشى مع متطلبات البيئة التعليمية لروادها من الطلبة. أقامت كلية الاقتصاد بجامعة الزاوية حفل تخرج للطلبة الخريجين للفصل الربيعي 2017-2018 وسط حضور كثيف للطلبة الخريجين وذويهم وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. الحفل تخللته كلمات تحفيزية وتشجيعية للخريجين وللطلبة المقبلين على مشاريع تخرج جديدة وتعريف مستفيض حول أقسام الكلية، توالى على إلقائها الأساتذة وأعضاء اتحاد طلبة الكلية. ألمحت في ثناياها للجهود المبذولة على هذا العطاء التعليمي. اليوم هذه فرحة لأبناء الطلبة الخريجين، ويا ريت الباقيين الباقي الطلبة أن يحذوا حذوهم في ظل هالمنشط العلمي، ونتمنى للطلبة الطلبة الخريجين كلية وإلى الترند العربي والدولي، حيث تفاعل مغردون ليبيون وعرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ ماذا تعرف عن الليبيين. تنقل رواد منصة تويتر العديد من الصور التي تشهد أو تشيد بليبيا وتراثها، وأشاد مغردون عرب من كامل الوطن العربي بليبيا وأهلها وطيب سمعتهم وكرمهم في المعاملة مع الإخوة العرب، تصدرهم المشهد على صعيد مسابقات القرآن الكريم وإحرازهم للمراتب الأولى فيها. ووصل عدد التغريدات التي تحدث عن هذا الهاشتاغ إلى أكثر من 10,000 تغريدة. حول هذا الموضوع رصدنا لكم بعضا من التغريدات، بداية من المغردة السعودية والتي غردت علياء: المنسوجات التراثية عندكم تشبه اللي عندنا بالسعودية، نسميها سدو. سعيدة جدا بهذا الهاشتاغ، تعرفنا أكثر على تراث ليبيا وثقافاتها. إلى محمد المرمي والذي غرد: بلد المليون حافظ للقرآن، بلد المختار والسنوسي، بلد المجاهدين والمناضلين، بلد طرابلس وبرقة وفزان، بلد وعروسها طرابلس ورباية دايحة بنغازي ودردنيلها بني وليد، هي الدولة والمملكة، قلب شمال إفريقيا، بلد الكوني والتايب والدكالي. إلى سارة من السعودية أيضا غردت: ليبيا بلد عزيز علينا كسعوديين، ونتمنى تراجع أو ترجع
ليبيا زي أول وأحسن وكثير من قبائل الجزيرة العرب نزحت إلى ليبيا، وسمعة الليبيين زي الذهب، وفيهم عزة نفس وعينهم مليانة ولهجتهم رائعة. بهذا نكون مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا المختلفة فيسبوك وتويتر وتليجرام، كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر موقعنا الرسمي النبأ.تي في. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.